اشتراطات التخييم في المناطق البرية. يحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة للبيئة. يحظر شق الخنادق أو الحفر أو استخدام المواد الإنشائية دون أخذ موافقة من الجهات المعنية. الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن 500 متر. يحظر تواجد الآليات الإنشائية في البيئة البرية بدون ترخيص من بلدية الكويت والجهات المعنية. يحظر إلقاء كافة أنواع النفايات أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها في الأماكن المحددة لها. التزام جميع أنواع مركبات بالتقيد بالسير على خطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة. التزام باستخراج التراخيص اللازمة لأي نشاط في البيئة البرية والتزام بمدة محددة من قبل بلدية الكويت وهي من 15 نوفمبر إلى 15 مارس.